أقول في بلادنا عندما يتوفى ميت لأحد من أهل القرية فإن النساء يذهبن إلى النساء ويبكون معهم، وحينئذ يستمر هذا لمدة يومين، ثم بعد ذلك نعود ونقرأ لهم الفاتحة على المتوفى. هل ما نفعله حينئذ صحيح، علما بأن البكاء أحيانا يكون بصوت مرتفع؟ هذا ليس بكاء، هذا نياحة، الاجتماع من أجل البكاء أو من أجل رفع الأصوات للجزع على الميت هذا من النياحة، وهي من أعمال الجاهلية، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قد قال وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من السالقة والحالقة والشاقة. السالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها أو ثوبها عند المصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وذلك لشدة تعذيبها والعياذ بالله. فالنياحة كبيرة من كبائر الذنوب. أما مجرد البكاء من غير نياحة ومن غير رفع صوت فإنه لا بأس به، وهو رحمة للميت يجعله الله في قلوب عباده. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، أو يرحم. فزيارة أهل الميت إذا كان من أجل تعزيتهم بمصابهم ومواساتهم فلا بأس بذلك، ومن أجل حثهم على الصبر والاحتساب فهذا لا بأس به. أما إذا كان من أجل النياحة وإظهار الجزع فهذا أمر محرم، وهو تعاون على الإثم والعدوان. أن قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما قراءة الفاتحة على أرواح الأموات فإنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تقرأ للأموات لا الفاتحة ولا غيرها من القرآن، لأن هذا لم يرد به دليل من الشرع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا عمل لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا إحداث في الشرع ليس من الشرع. فقراءة الفاتحة أو قراءة غير الفاتحة على أرواح الأموات سواء عند الجنازة أو عند القبر أو فيما بعد ذلك بأن يقرأ القرآن ويثوب للميت، كل هذا لا دليل عليه. نعم.